هنالك 100 أزداد الحاصل على معدل 17.93 شعبة العلوم والتكنولوجيا الكهربائية من التنمية التقنية، ويقدم جائزة السيد المدير الإقليمي لمديرية تازة. التلميذة وئام الإدريسي حاصل على معدل 17.180 شعبة العلوم الاقتصاد تنمية مولاي إدريس التهيئية، ويقدم الجائزة الأستاذ فاضل المدير الإقليمي لمديرية مولاي يعقوب. ألف مبروك وئام، برافو أبلوديسينا. غزلان الفيلالي حاصل على معدل 17.42 شعبة علوم التدبير المحاسبات من التنمية التهيئية صلاح الدين الأيوبي، ويقدم الجائزة القائد الجهوي لدرك الملكي. هنيئا لكم، مسيرة موفقة بإذن الله. التلميذة أميمة زهور حاصلة على معدل 16.82 علوم إنسانية تنمية طارق مزيان، ويقدم جائزة السيد رئيس مقاطعة فاس المدينة. التلميذ خليل مريني الحاصل على معدل 16.75 شعبة العلوم الرياضية أليف قيارة فرنسية من التنمية التهيئية بن رشد، يقدم الجائزة السيد رئيس فيدرالية الآباء سي عسرين. ننتقل إلى استحقاقات التقني العالي الحاصل على معدل 16.23 شعبة التدبير السياحي من التنمية التقنية، يقدم الجائزة السيد رئيس فيدرالية وطنية لجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بفاس سي دكتور. استحقاقات الأقسام التدريبية، القائد إسماعيل بولعلا شعبة الرياضيات والفيزياء ينوب عن السيد مدير المؤسسة، ويقدم الجائزة السيد رئيس مقاطعة سيس. ننادي على التلميذة سلمى عزوزي حاصلة على معدل 18.16 علوم رياضية قيام فرنسية ثانوية إدريس التهيئية، يقدم الجائزة السيد رئيس المكتب الجهوي لجمعية مؤسسة التعليم الدراسي الخصوصي. برافو سلمى، توت نو فيليسيتاسيون، أبلوديسينا. الشهادة موالية لنور الهدى الفيالي صادق الحاصل على معدل 15.94 شعبة بقربية مهنية تنمية بن سينا، ويقدم الجائزة السيد رئيس فيدرالية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بفاس.
applaudissez-la. الجائزة السيدة ممثلة مجلس عمالة فاس. ويقدم جائزة سيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة المديرية الإقليمية في فاس. فيليسيتاسيون إكرام. الجائزة السيد رئيس مصلحات تقدير المؤسسات التعليمية والتجريبي المديرية الإقليمية. النائبة الأولى لرئيس مجلس عمالة فاس مكلفة بقطاع التعليم والتعاون الدولي. احنا بدعوة كريمة من السيد مدير الإقليمي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية فاس حضرنا الحفل التميز ديال تتويج المتفوقين خلال هذه السنة هذه، واللي الحمد لله عرفت نتائج مهمة، واللي احنا كمجلس عمالة فاس دائما في خدمة التعليم وفي خدمة القضايا ديالو. لا كرئيس ولا كأعضاء مجلس عمالة فاس كنا حاطين أن التعليم أولوية مهمة، تماشيا مع توجيهات سامية ديال جلالة الملك حفظ الله ونصره داعم الأول للقضايا التعليم اللي من أولوياته، واللي مؤخرا أكد على إلزامية البريسكولير التعليم الأولي وأهميته في تحديد الشخصية ديال التلميذ من أجل التفوق إن شاء الله، ويخلق لنا مجموعة ديال التلاميذ المتفوقين اللي كنهنيوهم بالمناسبة، وكنهنيو الآباء وأولياء الأمور ديالهم اللي المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها والتضحيات اللي كيقدموها باش يشوفوا ولادهم في أحسن حلة، ومزيد من التفوق لهاد المتفوقين، وكنتمنى حتى الناس اللي ما حالفهمش الحظ باش يحققوا نتائج أو ما ينجحوش هاد العام، يمكن أن يداركوا الأمر مستقبلا، ولانه المغرب محتاج وليداتو، محتاج الناس ديالو باش نبنيوه مجموعي ان شاء الله. وباسم السيد رئيس مجلس عمالة فاس وكل الاعضاء ديالو احنا كنعتزوا بهذه النتائج اللي تحققت على مستوى عمالة فاس. شكرا جزيلا للمديريه الاقليميه على المجهودات اللي كتقوم بها من اجل تحقيق النتائج المهمه والتطور التعليم على مستوى عمالة فاس، وشكرا.